السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخة وتدبيرة مع منال. اليوم جبت لكم طريقة تحضير ريد فيلفت كيك وطريقة الكيكة الحمراء المخملية. هي كيكة مشهورة، صدقوني راح تجي بنينة ومميزة، عندها ذوق رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضغطوا على جيم وتشاركوه مع اصدقائكم باش يوصل اكبر عدد من المشاهدين. واذا مازال ما اشتركتوش في القناة نتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نخليكم مع المقادير وطريقة تحضير، فرجة ممتعة. باش نحضر هذه الكيكة واش نحتاج؟ نحتاج زوج حبات بيض نطلعهم بالباتر مع كاس وربع سكر. عندي زوج حبات بيض، كاس وربع سكر عادي، خلطهم مليح بالباتر. نضيف لهم نص كاس مارغرين كون ذوبتها من قبل وخليتها بردت. دونك عندي زوج بيض، كاس وربع سكر، ونص كاس مارغرين ذايبه، فاني تقدروا تستعملوا فاني ليكيد ولا فاني بودر، تقريبا مغرف كبيره سواء كانت ليكيد ولا بودر. زيد لهم كاس ناقص شويه زيت، يعني قيس اصبع زيت، ونخلط مليح، خليهم يتخلطوا مليح. نزيد لهم رشة ملح، دونك عندي قرصة ملح ومغرف كبيرة خل. الخل العادي اللي نستعملوه فقط، ما يكونش بذوق فيه الاخر تاع الثوم. بالنسبة لمكونات الجافة، عندي زوج كيسان ونص فرينة، زوج مغارف صغار كاكاو ولا مغرف كبيرة. الكاكاو ما نكثرش بزاف باش ما يتغاليش على الكيكة، الكو تاعو ما يطغاش على الكيكة. مغرف صغيرة بيكربونات، نغربلهم مع بعض ونخلطهم ونخليهم بجهة. نرجع للخليط اللي كان عندي، نضيف له كاس حليب. الحليب من الاحسن يكون درجه حراره المطبخ، لانه استعملنا مارغرين ذايبه، لو كان ندير حليب بارد راح تيبس هذه والعجينه تتخلط. دونك من الاحسن حليب يكون بحراره المطبخ. بطا ناتور، ياورت طبيعي وحده تكفي، مغرف كبيره كولون روج، ملون غذائي احمر. هنا تقدر تستعملي البودر ولا تستعملي الجل كما اللي استعملته انا، ولكن من الاحسن الجل لانه يعطيك اللون المطلوب. ونخلط مليح ونتاكد انه الخليط كامل عنده نفس اللون الاحمر. دونك بلاص باتي ولا ماغيس تبقاي تخلطي، تعاوني الباتر تبقاي تجبدي اللون اللي يجي في الاطراف، الخليط اللي يكون لاصق في الاطراف. ونبدا نضيف النواشف بالتدريج، النواشف اللي مكونات الجافه اللي خلطتهم من قبل غربلتهم. دونك نبدا نخلطهم بالتدريج حتى يمتزجوا مليح مع بعض. بعد ما وجدت الخليط تاع الكيكه، نوجد البلاطو ولا المول اللي راح نطيب فيه. عذرا انه الفيديو ماهوش واضح مليح ولا فلو. المهم البلاطو لازم يكون فيه بابي كويسون، ورق الطهي، ولا حبي ان احنا نخدم ببلاطو بلا وطبقه نديرها في المول يكون دائري. دونك تقدروا تطيبوها في مول يكون مدور ولا كاري ولا حسب الشكل اللي حبيتيه، ومن بعد تقسميها طبقات. وشنو حيختلف مدة الطهي؟ على حسب العلو تاع الكيكة اللي راح تخدميها. نطيبهم في فرن على 180 درجة يكون مسخن من قبل تقريبا 15-20 دقيقة. انا اللي عندي 15-20 دقيقة. اذا كانت خدمتوها في مول واحد سنيوة واحدة وراح تقسموها الى طبقات، من الاحسن تخلوها من 30-40 دقيقة. للكريمه نحتاج 400 غرام جبن كريمي، انا استعملت كيري، ممكن تستعملوا اي نوعيه تحبوها. نضيف كاس ونص سكر غلاس، دونك عندي 400 غرام جبن كريمي مع كاس ونص سكر غلاس، مغرف كبير فاني، انا استعملت فاني ليكيد، من الاحسن تستعمل اللي ما فيهاش لون باش تبقى لي الكريمه بيضاء، لانه كاين فاني ليكيد اللي تجي لونها بني راح تكسر لي اللون الابيض. بعدها نطلعهم مليح بالباتر ونضيف لهم لا كريم شونتي. كميه الجبن الكريمي مع سكر غلاس هي نفسها كميه كريم شونتي، نطلعهم مليح مع بعض نخليهم في الفريجيدار. هذه هي الكيكه بعد ما طابت، خليتها بردت. انا راح نخدمها بالشكل القلب، دونك قطعتها بالسارسو
بشكل قلب، والبقايا راح نخدم بهم نقدر نسترجع منهم دوائر باش نحضر بهم تحلية، ولا ممكن نزين بهم الكيكة. وبقايا الأخرى راح نفتتهم ونزين بهم الكيكة اللي راح نوريكم في هذا الفيديو. بالنسبة للتزيين راح نجيب الطبق اللي راح نقدم فيه الكيكة، نحط عليه قطع من ورق الطهي ولا اي ورق باش تبقى لي الخدمة نقية. نجيب السارسو، ولا تقدر تستغنوا على السارسو تمونطيو هذه الكيكة ديريكتومون بلا سارسو، انا نحب الخدمة تكون متقونة. دوك تجيب السارسو اللي قطعت به، نحط فيه الطبقة الاولى تاع الكيكة، نرشها بالسيرو كما قلت. السيرو تقدر تستغنوا عليه لانه اصلا الكيكة راح تجي هشة. ونحط طبقة من الكريمة ونكمل بنفس الطريقة، طبقة من الكيكة وطبقة من الكريمة حتى نكمل. أنا درت 3 طبقات. نحي هذاك السارسو ونغلف كامل الكيكة بالكريمة مليح. دوك نغطيها بالكريمة ونحاول كيفاش نسقم هذاك السطح تاعها باش يجي ليس. البقايا الكيكة اللي فتتهم من قبل، دوك قلت كاينه قطعة فتتها مليح باش نزين بها، نزين بها الجوانب. دوك راح نرفد الكيكة مع صحن التقديم، نميلها شوية نبيتي باش ما تطيحليش، ونزين الجوانب بهذاك اللفتات تاع الكيكة اللي يجي لونه احمر، ونضغط شوية باش يلصق، ونتخلص من هذوك الزيادة اللي يبقى طايح لي على الطبق، ونحي الاوراق راح يبقى لي الصحن نظيف. نجيب نفس الكريمه اللي زينت بها الكيكه هذه، نحطها في لابوش، لابوش ادوي مع قمع شكل نجمه ولا اي شكل حبيته. انا استعملت هنا نجمه، وراح نزين الاطراف. دونك نضغط على هذا البوش وندور يدي باش نشكل هذا الشكل على الاطراف. كي نكمل نحط كميه من البقايا اللي استعملتهم في الجوانب، راح نحطها في الوسط باش نحدد شكل القلب كيما تقدر تحدي شكل الدائره ولا كاري، ونرش على الطرف. هنا تقدر التزيين يبقى دائما اختياري. وهذه هي نتيجة مشاهدينا، ريد فيلفت كيك ولا الكيكة الحمراء المخملية، بنينة وذوقها مميز تستاهل التجربة. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم، واذا عجبتكم ما تنساوش تخلوا لي تعليقاتكم اسفل الفيديو، واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على جيم وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم ومعارفكم باش يوصل عدد كبير من المشاهدين. واذا مازال ما اشتركتوش في القناة نتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. إلى اللقاء، إلى فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله.